أصبح فضاء مفتوح. طيب يا أخي الكريم، لكل مجتمع من المجتمعات يا داود له آداب عامة وله منظومة قيم يجب أن تراعى في كل المجتمعات، نحن لسنا حالة استثنائية، وبالتالي لابد من تهيئة المجتمعات لأن تراعي هذه الآداب العامة. يا أخي الكريم، إذا أنني بمقطع واحد بسيط جدا مسيء وينتهك الآداب العامة ومنظومة القيم، سيؤثر على ملايين من الأطفال والشباب أكثر من تأثير مليون موعظة في خطبة جمعة وإلى آخره. فلذلك يا أخي، من حق المجتمع أن يحمي منظومة قيم. أنا أعلم أن هذا الشاب، أنا أعلم أنه ربما يبحث عن ذاته، ربما فعلا مثله مثل غيره يبحثون عن الشهرة، وهذه قضية عالمية اليوم صارت، لكن ليس على حساب منظومة القيم الاجتماعية. يجب التوعية ويجب ردع كل من يأتي ليهدد منظومة القيم. لذلك هذه قضية يجب أن نتنبه لها. ثم أنا بدينكم أنتم أيضا يا الإعلام، أنتم من يتبنى مثل هذه النماذج. أنا ما أقول إن كل شبابنا الحمد لله الأكثرية فيهم الخير، وشفنا مقاطع تنم عن أدب، زرع قيم، زرع أخلاق، توجيه نصائح، تعليم الناس، شيء جميل جدا. لكن تجيب لي الناس الذين ينتهكون منظومة القيم. أنتم يا الإعلام والتجار أحيانا في بعض وسائل الإعلام يا داود، أقصد بنتم بالبرنامج إيش مثل أقصد بعض وسائل الإعلام تبنت التوافه وصنعت منهم أبطال. مثل من؟ أنتم بالإم بي سي. مثل إيش حاضر؟ وش سوينا؟ مو شغلي، ما نبي الأسماء. أنت بتدخلني في قضية قانونية. لا لا لا، خلاص. أنا اللي بحميك من الإم بي سي. أنا أنت أبيك تنتقد الإم بي سي. أنا أنتم من يتبنى أحيانا في الإم بي سي من ينتهكون الآداب العامة وصنعتم منهم أبطال. كلام عام ذا. التجار، بعض التجار تبنوا ناس للأسف تافهين لافتتاح محلاتهم والدعاية لمنتجاتهم. قيمنا، اسمعني داود، قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا لا يجب أن تكون ثمنها منظومة القيم التي لدينا. عبدالله أنت أستاذ جامعي، خلنا